هي أيام لا تشبه غيرها من أيام السنة. ففي شهر ربيع الأول يستذكر أبناء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة مناسبة ملؤها الفخر والاعتزاز، هي ذكرى مولد سيد الكائنات ونبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نظمت المراكز الإسلامية ودور العبادة في مختلف مدن ولاية تكساس الأمريكية احتفالات دينية ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف. لقد تم الاحتفال في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد المهجر في بيت فاطمة الزهراء سلام الله في ولاية تكساس، وكان هناك حضور كثير من العلماء والمغتربين الذين يعيشون في هذه الولاية. الاحتفالات التي شاركت فيها شخصيات دينية وثقافية تضمنت العديد من الفعاليات، وفي مقدمتها دروس السيرة النبوية العطرة والحديث عن فضائل صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله، فضلا عن إلقاء الكلمات والقصائد والأهازيج الدينية التي أكدت التمسك بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة منهجا للحياة. الاحتفال عندنا نحن المغتربون في أمريكا يختلف عن غيره من مناطق البلاد الإسلامية، لأن هذا يحتم علينا إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجاياها ومزاياها، هذه الشخصية العظيمة التي تعرضت للكثير من التشويه نتيجة الإسقاطات التاريخية التي ألقيت عليها. ولم يغب عن القائمين على الاحتفالات تخصيص برامج لأطفال المهجر ترسم لهم الصورة الناصعة للإسلام وترسخ في نفوسهم مفاهيم السماحة والرحمة والهدى التي جاء بها الدين الحنيف، وتحدثهم عن تاريخ أعظم ولادة وأعظم مولود. الخطورة في عدم استحضار أو إحضار الناشئة لتتناقل التعاليم الإسلامية جيلا بعد جيل خطورة جدا على بقاء هذا الدين في المهجر على المنظور البعيد، مضر جدا. لذلك أهمية كبرى لاستغلال كل مناسبة دينية لتجميع المسلمين من أجل شحن العواطف وشحن القلوب بالتعاليم الإسلامية فتبقى متناقلة من جيل إلى جيل. ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله هي إحدى المناسبات الدينية التي يحتفل بها العالم الإسلامي سنويا، إلا أنها تكون بطعم خاص هنا في الولايات المتحدة، ففيها يستلهم الموالون المغتربون الدروس والعبر من سيرة نبيهم وآل بيته عليهم السلام، ومن خلالها يجددون العهد على حمل لواء الإسلام وتسليمه للأجيال القادمة. عمر علي، قناة كربلاء، ولاية تكساس الأمريكية.